جاسمن، إيران اعتبرت هذا القرار خطوة تساعد على تصحيح أخطاء الماضي، وبالتالي ما الذي تريده هنا إيران من أمريكا في هذا الملف؟ أعتقد أنما سنشهده أن النظام الإيراني وإدارة الولايات المتحدة سوف يتخذان خطوات داخلية في محاولة لوضع خطة للمضي قدما في هذه الملفات من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك. إيران تنظر إلى إدارة بايدن وترى ما هي البيانات التي تصدر عن الرئيس أو عن الوزير الخارجية، ما هي المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع الحلفاء في المنطقة، مع السعودية، مع الإمارات أو مع دول أخرى. هناك محاولات لفهم ما تحاول الولايات المتحدة وأن تفعله في المنطقة، وما هي استراتيجياتها من أجل التفاوض بشأن الاتفاق المستحسن بالنسبة لهم والوصول إلى الامتيازات الأفضل. إدارة بايدن تفهم ذلك وقد عملوا من قبل مع هذا النظام. المستشار الجديد شارك في هذا الملف في ظل إدارة أوباما بشكل كبير، وهو يعرف كيف يفكر النظام الإيراني وما الذي يريدونه. أعتقد بأنه سيكون هناك حذر وحرص هذه المرة. ستكون هناك محاولات للمفاوضات مع إيران من وضع القوة ورفض المفاوضات ما لم تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم. وأكرر مرة أخرى، القرار المرتبط بالحوثيين لا علاقة له بالملف الإيراني، بل هو معني في الأساس بشعب اليمن الذين عانوا على مدار 12 عاما من أخطاء إدارات سابقة ويحتاجون إلى المساعدة حاليا وعلى الفور. برأيك ما الذي سيحدث أولا؟ هل ستتوقف إيران عن الخروقات أم أن أمريكا سترفع العقوبات قبل توقف إيران عن هذه الخروقات؟ لا أعتقد أننا سنرى الولايات المتحدة تتخذ خطوة كبيرة ما لم توقف إيران أنشطتها المعنية بالاتفاق النووي. هذا واضح وقد رأينا ذلك، وأعتقد بأن ذلك سوف يظهر الولايات المتحدة ضعيفة إذا ما لم تفعل ذلك قبل المفاوضات. إيران أيضا توافق على الشروط الخاصة بالولايات المتحدة. إذا ما وافقت الولايات المتحدة في الدخول في مفاوضات والموافقة على طلبات إيران بما فيها الحلفاء الإقليميين أيضا السعودية والإمارات ودول المنطقة وإسرائيل بالطبع، هذه الدول الثلاثة سوف تكون حليفة لإدارة بايدن بشكل كبير إذا ما كانت هناك نية للوصول إلى اتفاق مع إيران. وهناك حاجة أن تشعر هذه الدول بالأمان وأن تتخلص من أي شعور بعدم الأمان وأي خطر من جراء البرنامج النووي الإيراني. سوف نرى مدى السرعة التي يمكن لإدارة بايدن أن تشكل تحالفات وكيف يمكن أن تواجه الإيرانيين في المنطقة.